مرة جديدة صباح الخير رندا، صباح الخير نسرين، وصباح الخير أيضا لضيفكم المتواجد في الاستوديو. احنا ما زلنا في العقبة، احنا تحديدا على شط الغندور، هذا الشاطئ الشعبي بتصف بأنه في اكتظاظ عالي بالفرح. خلينا ننسى أي مظاهر ثانية. قبل ما أروح للأشخاص ونتعرف عليهم، في عندي شكرين. الشكر الأول هو لعمال الوطن الموجودين فعليا على هذا الشاطئ، الشكر الثاني هو لرجال الدفاع المدني صراحة اللي مش مقصرين ومتواجدين بكثرة في المكان على هذا الشاطئ على طول امتداد شاطئ الغندور. العيد ما بكمل غير تنعيد على الناس، الناس جاي من جميع المناطق، بدنا نعيد عليهم ونحكي لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير. علين كل عام وانتم بخير وانتم بالصحة والسلام ان شاء الله. تعرفنا على حضرتك ومن وين جاي؟ انا جاي من الشؤون الشمالية. كيف الاجواء شايفها؟ ما شاء الله عليها ممتازة جدا. من امتى موجود في العقبة؟ امبارح الظهريات. وكيف أجواء العيد هون؟ مختلفة تماماً؟ ممتازة جداً جداً جداً، ومكيفين، وانت بخير؟ كل عام وانت بخير؟ خير خالتي، كل عام وانت بخير، إن شاء الله يعود عليك مسلمين أجمعين يا رب. من الشؤون الشمالية جاي؟ إن شاء الله. كيف الطريق بتغلب؟ لا والله الحمد لله، الحمد لله كل شيء منيح. فرحة العيد هون مختلفة؟ إن شاء الله يا رب، هدات بالك والله، يهدي بالك يا رب، الله يسعدك. طيب كل عام وانت بخير؟ وانت بألف خير، بنحب هاي المناسبة العيد السعيد، نهني جلالة سيدنا الملك عبد الله، الله يحميه ويرعاه ويحمي هالوطن ويحمي هالبلد ويحمي أجهزتنا الأمنية، وبنحب نصبح ونعايد على كل الموجودين زوار العقبة، ونهني جميع الشعب الأردني والله يحميهم ويديم الفرحة والمحبة والسعادة والأخوة والألفة بين أفراد هذا الشعب الطيب الجميل. كل عام وانت بخير يمه. بخير يمه وصحه وسلامه، الله يبارك. ينعاد عليك ان شاء الله بالصحه والسلامه. علينا وعليك وعلى الامه الاسلاميه والعربيه ان شاء الله. كل عام وانت بخير. بخير الله يرضى عليك. جاي معهم من الشؤون الشماليه. الله. كيف الاجواء في العقبه؟ ان شاء الله بتجنن. يلا الله يديم عليك الفرحه ان شاء الله. الله يرضى عليك. طيب بدنا نروح نتعرف كمان على اشخاص جدد. كل عام وانت بخير. بخير صحه وسلامه ان شاء الله. تعرفنا على حضرتك ومن وين؟ حلمي البلوي من المملكه العربيه السعوديه. والنعم سيدي، الله محييك. كيف الأجواء هون في العقبة؟ والله ممتازة ما شاء الله عليك. من أنت موجود بتعيد عنا؟ أمس ولا جيت. جيت من أمس من السعودية على العقبة. على العقبة إيه. كيف الأجواء اليوم؟ براد. ممتازة، براد، جو حلو، خدمات كويسة ممتازة. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. إن شاء الله الأردن دائما نظل بسلام وتمام إن شاء الله. تسلم، كل عام وأنت بخير. يعني بدنا نتعرف نشوف كمان. كل عام وأنت بخير. بخير الصحة والسلامة. من وين جاي؟ والله من عمان. من عمان، كيف الأجواء؟ والله تمام الحمد لله، رائعة. حلوة العقبة ها؟ حلوة. طيب كل عام وأنت بخير والله يديم عليك الفرحة. طب نشوف كمان الشباب هون، يلا كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، وينعاد علينا وعلى جلالة الملك بالصحة والسلامة. من وين جاي؟ من جرش. من جرش. من جرش. كيف العيد بالعقبة؟ ولا أحلى من هيك ما شاء الله، عيدنا مبارك إن شاء الله وعجلات الملك وعلى جميع المواطنين الأردنيين يا رب. كل عام وأنت بخير إن شاء الله، الله يديم عليك الفرحة يا رب. كل عام وأنت بخير. بخير يا عم. إيش بتحكي بمناسبة العيد؟ مبروك. من وين جاي؟ من سكان معان. من معان. أوه. الله محييك. الله حييك. كيف العقبة؟ والعقبة حلبي، ومنحيي جلالة الملك ومبارك له يا رب. كل عام وأنت بخير سيدي. طيب يعني الأجواء صراحة حولي كثير رائعة. تعال ها تعال، ولا ما منزعل حدا، احنا ما منزعل. كل عام انت بخير. انت بالخير يا رب. من وين جاي؟ انا من الزرقاء. جاي من الزرقاء. من الزرقاء. طيب كيف الأجواء هون؟ الحمد لله أجواء بتجنن وأسعار مناسبة، والحمد لله يعني أسعار يعني مش زي كل سنة غلا وهذا، والحمد لله أننا مبسوطين بفضل الله، بس هم دمرونا بالفنادق. كل عام وانت بخير. انت بالخير يا رب. كل عام وانت بخير. تعرفي تحكي؟ ايش اسمك؟ من وين؟ وين ساكنة؟ عمان. عمان؟ حلو البحر؟ بدك تسبحي؟ يلا روحي اسبحي. طيب يعني مثل ما شفنا رندا ونسرين، فعليا 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 أنا من جوا مبسوط بس أشوف فرحة الناس بأقل التكاليف وفرحة الناس على هذا الشاطئ اللي له اهتمام صراحة من جميع الجهات الموجودة في العقبة للاكتظاظ الموجود فيه. بدي أحكي لكم كل عام وأنتم بخير مرة جديدة، بدي أحكي لكم الله يديم عليكم الصحة ويديمها علينا جميعا. كل عام والشعب الأردني بألف خير. نرجع لكم لاستوديوهات الدنيا عيد لنكمل باقي فقراتنا، ومن جديد كل عام وأنتم بألف خير.